السلام عليكم. احمد السالمي نائب رئيس مجلس مقاطعة بطانة. اليوم تتواجدوا بجماعة سلا بفضاء باب بوحاجة تعرف الدورة ديال السنوية. واليوم عندنا عدة نقاط، ومن اهم النقاط اللي عندنا هي ديال التعليم اللي مشكور في شخص المندوب الوزارة اللي حاضر معنا اليوم شخصيا لطرح بعض الأسئلة ديال المواطنين اللي احنا بصفتنا كمستشارين اللي تنوبوا على المواطنين، ولازم خصنا نوصلوا البرقية ديال المواطن، وخصها تكون برقية بشفافة وتكون بجانب الوضوح. يعني ما يمكن لنا إلا نوصلوها عند المندوب. واليوم عندنا النقطة المهمة هي كما قلت لكم ديال التعليم، وكاينه النقطة الثانية ديال بالنسبة للريضال حتى هما عندنا اليوم إن شاء الله. وبالمناسبة باغي نغتنم الفرصة من المنبر ديالكم باش نعطي واحد الخلاصة على المجلس مقاطعة بطانة هذه السنة، هذه الأعمال اللي قاموا بها والأنشطة اللي قاموا بها. حاولنا بمساعدة ديال السيد الرئيس الشاب السيد رئيس عماد الدين الريفي اللي هو رئيس شاب ورئيس طموح ورئيس سيف، تحية المساعدة لجميع جمعيات المجتمع المدني والمقاطعة بطانة خصوصا. حاولنا نقوم بعدة أنشطة لجميع جل أنواع الأنشطة، حاولنا نخلصوها كيف ما يعرف الإخوان بطانة. راه حتى لآخر يوم في السنة وآخر يوم وقمنا بجوج ديال الأنشطة، يعني صعيب باش دير جوج ثلاثة أنشطة في الأسبوع. حنا حاولنا نخلصوهم سنة 2023 باش إن شاء الله في 2024 نكونوا اكتسبنا خبرة، حيت راه دوزنا سنتين في المجلس. كما قلتي حنا كانت عندنا واحد كنا تنديروا اجتماعات في المجلس باش نحاولوا ناثروا الناس باش نوعيهم ونوريهم، ماشي نعلموهم. ما تزيد تعرف دابا المواطن تيسمع الميساج تيسمع الهضره تدور تيسمع بانه كيفاش خاصك تسجل كيفاش خاصك تهدي الدعم كيفاش هذا تلتجأ المقاطعه. اغلبيه تلتجأوا المقاطعه، صحابي في المقاطعه غادي يمشي صافي غادي تما كاين الدعم كاين الوغ. كانوا اطر عندنا في كوف وطركوف اللي كانوا في المجلس اللي ماشي خديناهم غير اطر عاديين، يعني اطركوف اللي هما اللي حاولوا عطاو التوعيه لهاد المواطنين باش كيفاش يتسجلوا كيفاش، وكانت المساعدات من المجلس. والمجلس باقي حال يديه يعني في المقاطعات عندنا ولا في المجلس بانه اللي بغى كاين، حيت كنطرى لنا هذا المشكل بالنسبه لشي اخوه تجي تقول لك غيستافدوا من المقاطعه، غيمشي كاين الدعم في المقاطعه. حنا تعطيو التوعيه تنوعيهم تنوريهم كاين عندنا اساتذه كاين عندنا اطر اللي يقدروا يساعدوهم باش يوريوهم الطريق الصحيح باش يقدروا يتوجهوا للطريق الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمه الزعماء مستشار مقاطعه بطانه نائبه رئيس مجلس عماله سلا. اليوم تيكت عندنا الدوره ديال يناير لسنه 2024، وهاد الدوره اللي المحاور ديالها كانوا احد اربعه المحاور. المحور الاول كان تقريبا الدورتين حول انشطه المجلس وانشطه ايضا مكتب المجلس،
وايضا كان عندنا واحد رفع واحد الملتمس للمجلس الجماعي لاحداث واحد المراحيض عموميه بتراب مقاطعه بطانه. كما كتعرفوا باننا حنا في هذه واحد هذه سابقه بان مقاطعه بطانه هي الاولى السباقه باش هذه المراحيض يكونوا في واحد في المناطق في التراب ديال مقاطعه بطانه. وكان مقترحات مجموعه المستشارين اننا هذه المراحيض تكون في حدا المساحات الخضراء، وايضا في هذه المراحيض تكون بالقرب من ملاعب القرب. وحنا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم اللي ان شاء الله غننظموا المغرب، وحنا خاصنا نتهيئوا لهذا الكاس لان غتعرفوا كيف غيجوا الزوار، غيجوا مجموعه من الدول، غتكون واحد ايضا مدينه سالا غتكون ايضا من المدن اللي هي ان شاء الله غتستقبل هذا الناس ديال كاس العالم. وايضا عندنا واحد رفع الملتمس ديال المجلس الجماعي من اجل سقي وربط المناطق الخضراء بالمقاطعات وشبكه مياه العادمه المعالجه. وكانت ايضا عندنا واحد العرض حول اقامه واحد المواقف المغطاه ديال الحافلات العموميه اللي حددناهم واحد اربعه المناطق اللي غيكون ان شاء الله فيهم وقوف الحافلات العموميه، وان شاء الله اللي غادي ان شاء الله يتجهزوا بالكاميرات، وان شاء الله غادي يكون فيهم كراسة لوقوف هذه الحافلات، ويكون فيهم يجلسوا الناس مثلا الناس الكبار يتسناوا الحافله. وايضا كان واحد العرض حول قطاع التعليم تراب مقاطعة بطانة، هذا العرض كان قيم وكان مجموعة من المقترحات ومن الآراء، واللي الحمد لله المجلس اللي دائما مقاطعة بطانة كيدافع على المقاطعة بطانة في جميع المجالات الاجتماعية واقتصادية والثقافية. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.